بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الأول عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه برحمة الهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله وهو يتكلم عن أحكام الصلاة لحكم المرور بين يدي المصلي، يعني إذا كان المصلي يصلي صلاة فرض أو نافلة، ما حكم المرور بين يديه؟ ولو جاءت في هذا حديث أورد الشيخ في هذا الباب 4 أحاديث كما في الحديث معنا والحديث الآتية. المرور بين يدي المصلي عليه وعيد شديد كما سوف نرى في حديث الباب، عليه وعيد شديد. لماذا؟ لأمرين: لأهمية الصلاة ولأهمية المصلي. ولا شك طبعا أن ذلك كله من أجل المصلى له وهو الله سبحانه وتعالى. فحينما يأتي مثل هذا الوعيد الشديد على من يمر يدي المصلي يدل على عظم هذا المقام، مقام الصلاة. ولعلنا أشرنا في دروس ماضية إلى شيء منها، سواء عند التكبير أو عند منزلة الصلاة وقيمة الصلاة إلى آخره، لكن هنا نؤكد أنه مما ينبغي أن يستشعره المسلم المصلي أنه يقوم بأمر عظيم، بمعنى أنه يقف بين يدي الله عز وجل، وهذا منه من الله عز وجل أن يمن عليك لأن تقف بين يديه وأن تعلم أن الله تلقاء وجهك وأن تصلي. ومن هنا جاء التشديد بأن يمنع أي أحد يريد أن يمر بين يديك وترتب عليه العقوبة، بل كما سيأتي معنا في هذا الباب: فليقاتله فإن معه شيطان، بل في بعض فإنه شيطان، المار شيطان، على تفصيل سوف نذكره، ومتى يكون المرور مسموعا غير مسموح إلى آخره، ومتى يكون المصلي آثم أو المار آثم، على أمر
سأذكرها إن شاء الله في هذا في حديث الباب وفي حديث الباب وفي الحديث التي بعده. لكن المقصود أن هذا التشديد والوعيد على من يمر بين يدي المصلي للتأكيد على عظم ما يقوم به من وظيفة، وهي وظيفة أكرمه الله بها وخصه بها ومن عليه بأن جعله يقف بين وأن يكون أهلا لأن يقف بين يدي الله عز وجل. فأنت حينما تستشعر فعلا أن الله عز وجل جعلك أهلا لأن تقف بين يديه، هذا شيء عظيم. ومن هنا عليك أن تؤدي الصلاة حقها. قال رحمه الله تعالى عن أبي جهيم بقي اسمه عبد الله ابن الحارث بن صمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي. كما قلنا الكلام هنا على بين يدي المصلي، نتكلم هنا على حد المسافة التي هي حق للمصلي بحيث لا يسوغ أو لا يجوز أن يمر أحد بين يديه ويصلي، بمعنى أن هذا حقه وأن هذه حرمته. حده إما أن يضع سترة، وهذا هو المطلوب، فإذا وضع سترة فإن حد المصلي ومسافته هي هذه المسافة بين السترة وبين موقف قدميه، هذه كلها مسافة لا يجوز أن يتعمد مار أن يمر بين المصلي وسترته، وإنما ما دام أن هناك سترة فيجب على المار أن يمر من ورائها. وإذا لم يضع سترة وهو مخطئ طبعا فإن حده موضع سجوده، المصلي حده موضع سجوده، وما وراءه ما دام أنه لم يضع سترة فإن ما وراءه حق للناس وليس له أن يمنعه، ليس له أن يمنعه. أما إذا وضع سترة فهو حينئذ يمنعه. وسيأتي بعض أحكام للسترة إن شاء الله، لكن هنا نشرح نتكلم عن ألفاظ الحديث. هنا يقول بين يدي المصلي، ماذا عليه من الإثم؟ لفظة الإثم ليست في الصحيحين، وتعلمون أن شرط مصنف في عمدته الإمام المقدسي شرطه أن لا يورد في هذا الكتاب المبارك إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ومر بعض الحديث سهى فيها، إما أن يكون خرجها البخاري وحده وإما أن يكون خرجها مسلم واستدرك عليه الشرح. هنا أيضا الإثم ليس موجودا لا في البخاري ولا في مسلم، بل حتى قال ولا في السنن الأربع، موجودة في روايات أخرى أو في كتب أخرى من كتب الحديث، لكن ليست موجودة لا في البخاري ولا في مسلم. ومن النكت العلمية والطرائف العلمية أن الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله ومن هو في الحديث استدرك على الإمام المقدسي في كتاب عمدته وقال إنه أورد الإثم وهي ليست في الصحيحين. ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله هو أيضا غلط وأوردها في كتابه بلوغ المرام وعزاها للصحيحين، وهذا يدل على النقص في البشر، وأن العالم مهما كان عالما بل هو عالم أن هذه ليست صحيحة لكنه ذهل ووضعها في كتابه. لماذا؟
لأن الله يأبى أن يكون الكمال لغير كتابه. وأيضا هذا يعني من 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 الآداب طالب العلم أنه إذا وجد مثل هذا أن يحفظ لأهل العلم مقامهم ومكانتهم، أنه ولو أخطأ الحافظ أو أخطأ المقدسي أنهم يبقون قامات وعلماء ولهم مقامهم. والخطأ وارد على البشر ولو كان عالما ولو كان حريصا ولو كان مجتهدا في أن يعني يستدرك، لكنه يبقى الكمال لله وحده، ويبقى طالب العلم مؤدبا مع العلماء مع أخطائهم مع زلاتهم. ونعم تصحح الخطأ يصحح ويستدرك، لكن يبقى للعالم مقامه ويبقى أن يحفظ له مكانته، وأن هذه لا أبدا لا تنال من مقامه ولا من فضله ولا من علمه ولا من أهمية التلقي عنه وأخذ العلم عنه، وإن أخطأ وإن غلط وهذا شأن البشر. ولهذا ينبغي لطالب العلم ولا سيما المبتدئ، لأن المبتدئ غالبا هو الذي يعني تستفزه الأخطاء ويستكبرها على العلماء، ولا سيما حينما يقول هذا الحافظ بن حجر، هذا الإمام البخاري، هذا الإمام أحمد، أما ثم يقال له إنه الإمام أخطأ في كذا، أخطأ نعم أخطأ، ويبقى على إمامته وعلى قامته وعلى ما ينبغي من التأسي به واقتداء به مما هو عليه من الخير والفضل. وكلما تقدم طالب العلم في العلم أدرك مقام العلماء، وكلما كان صغيرا في العلم تجده ينال من العلماء أو يستكثر غلطات أهل العلم، يغلطون، ولكن حينما يتربى وحينما يقرأ كثيرا يجد كم من الصواب عندهم، وكم من العلم بذلوه، وكم من الوقت بذلوه، وكم من الديانة استبطنوها. فينبغي أن يحفظ لأهل العلم مقامهم ومكانتهم مهما نسب لهم من خطأ أو خطأ أو غلط، وهذا الخطأ يصحح. لا يعني حينما نقول يحفظ مقامهم لا يعني أن لا يستدرك عليهم، لا، الخطأ يصحح ولا يقرون على الخطأ، لكنهم يعذرون. فرق بين أن تصحح الخطأ وبين أن تعذر العالم. العالم يعذر، وعذرك له لا يعني أو تصحيحك لخطأه لا يعفيك عن عذره والاعتذار له. فأنت تعتذر له لأنه بشر، والمثال لأنه يعني وهم أو نحو ذلك، أو أنه اجتهد وهذا الذي أدى إلى اجتهاده. فزلات العلماء وأخطاء العلماء تصحح، لكن لا تؤثر أبدا ولا تجيز النيل من مقامه. المقصود أن الإثم، هذه لفظة الإثم ليست موجودة في الصحيحين. لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. عندنا هنا أمران مبهمان. الأول، إذا قلنا أن الإثم ليست في الصحيحين فيكون الكلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه بدون لفظ الإثم لكان نقيف 40. 40 لم يذكر، يعني سنة أو يوم يا أخي، وين كان الراوي عن أبي جهيم؟ قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهر أو سنة. هذا الإخفاء لمدى العقوبة أو غلظ هذا الغلط هو لمزيد من
لنا التخويف، لمزيد التخويف، بمعنى أن عقوبته لا يعلم حدودها إلا الله. ماذا عليه مفتوح. ولهذا العلماء قالوا إن تعمد المرور بين يدي المصلي أنه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن العقوبة المترتبة عليه كبيرة، ولا 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 تكون العقوبة كبيرة إلا لكبر الذنب. فإذا ماذا عليه مبهمة، وأربعين مبهمة. كذلك أيضا أربعين هنا عدد، والعدد أحيانا يورد ولا يكون له مفهوم، لا مفهوم له، بمعنى ليس معنى أنه يعني 41 أو 39 أن الحكم مختلف، لا، إنما أحيانا يأتي العدد في الشرع، في نص الشرع، وليس مراد ذاته، وإنما مراد العدد المفتوح. ومثل قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. ليس معناها لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر 75 أنه يغفر له، لا، أو 71، بل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنني لو استغفرت أكثر من 70 لاستغفرت له. فالمراد بالـ70 تغليظ عدد، ولهذا قالوا لا مفهوم له، يعني لا مفهوم له، مخالف. ومثله هنا 40، 40 ليس مقصود 40 بذاتها، وأن 30 تختلف والـ50 تختلف، لا، المقصود نوع من التهديد والتهويل لعظم الجرم الذي يرتكبه متعمد المرور بين يدي المصلي. نأتي الآن إلى متى يكون المرور يخشى على صاحبه أو فاعله أن تناله هذه العقوبة. الشارح ابن دقيق رحمه الله ذكر صورا 4 ونذكره الآن، وحاصرة، صور حاصرة أو كما يقال قسمة عقلية مقسوم من لا تخرج. قال الصورة الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك. قال فيختص المار بإثم إن مر. بمعنى هذه الصورة أن يقف المصلي في مكان، كما عبر الشيخ، ولم يتعرض المصلي ذلك، بمعنى أنه مكان وضع سترة، وفي مكان ليس في محل مرور الناس. إذن هذا هو، لو مر المار والمصلي قد احترز بسترة وفي مكان ليس حقا للمرور أو حقا العامة، حين هذا في هذه الصورة يأثم المار. فهو يقول الصورة الأولى أن يكون للمار مندوحة، بمعنى المكان واسع، المكان واسع، والمصلي وضع سترة وكان في مكان أيضا فيه نوع انعزال أو نوع تحت فرصة المارة، لكن هذا المرور أبى إلى أن يأتي ليقتحم المصلي في مصلاه. فقال أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين المصلي ولم يتعرض المصلي له، بمعنى المصلي أيضا كان محترزا
ومحتاطا، وجعل فرصة للمرأة بحيث أنهم يعني لا يقعون في حرج. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال مقابلتها، وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة على المرور. قال فيختص المصلي بإذن، بمعنى أنت مصلي وقفت في منطقة مفتوحة ولم تضع سترة، والمصلي المار ما وجد أي ليس له محل يمر إلا من بين يديك، بمعنى أنت الذي ألجأته وأنت الذي أحرجته. هذه الصورة، وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور. قال فيختص المصلي بالإثم دون المار، لأنه هو الذي أوقع المار في الموقف الحرج. الصورة الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان جميعا. المصلي نفسه وقف في طريق المارة، والمار له فرصة أنه يمر بعيدا عن 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 المصلي، يعني المصلي قصر والمار قصر. قال فيأثمان، كان حق المصلي أن يبتعد وكان حق المار أن يبتعد كذلك. فإذا الصورة الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان. المصلي يأثم لماذا؟ لتعرضه، لأنه هو الذي عرض نفسه في أوقع نفسه في أن يحرج المار، والمار فلمروره مع إمكانه أن لا يفعل لأن له مندوحة. الصورة الرابعة والأخيرة ألا يتعرض المصلي ولا يكون المار مندوحة فلا يأثم واحد منهما، المصلي في مكان منعزل والمار ذهب بعيدا فلا إثم لا على هذا ولا هذا. المقصود هو أن المرور الممنوع هو المرور بين المصلي وسترته. المصلي إذا وضع سترة إذن حفظ حقه، وسترة تكون إما قدر الجدار أو عمود أو دولاب مصاحف، أو يأتيه معه قد يكون معه حقيبة أو شنطة أو جزء يعني له جرم يضعه أمامه، أو حتى حجر أو يضعه أمامه، أو صندوق صغير أو كرتون أو أي حتى ولو خطا أو وضع عصا سان قائم أو عصا معترض، هذا كافي. لو وضعت خطا أو عصا معترض أو عصا قائم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما معه عنزة توضع له، يعني وهو عصا يوضع أمامه تكون سترة له. المقصود أن الممنوع هو أن يمر المار بين مصلي وسترته. ثم قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، بمعنى أنه لم في الرواية لم يذكر لم يحدد، قال 40، وقلنا إن هذا هو نوع مزيد من التهديد، وكأن التوهيم العدد مقصود، التوهيم مقصود ليكون مزيد من الزجر ومزيد من التخويف. بقي نشير إلى أن المرور في المسجد الحرام وحتى في المسجد النبوي إذا كان الزحام كثير فيغتفر، وبخاصة في المسجد الحرام
الف يمر لأنه زحام شديد، وبخاصة أيضا إذا كان في بين يدي الطائفين، فالطائفون يمرون وحقهم، فلو صليت ومر معك طائفون فإن يعني لا يمنع المرور ولا يدخل تحت هذا الوعيد. ومثله يبدو حتى كان في زحام شديد في مسجد كبير، مسجد الجمعة أو مسجد النبوي الشريف أو نحو ذلك كما هو أيام الحج والمواسم وهو يكثر الناس، أيضا هذه مما إذا كما يقول الفقهاء إذا ضاق الأمر اتسع، كما أنه إذا اتسع ضاق، لكن هنا إذا ضاق الأمر اتسع. فمكة مستثنى، مكة في الحج وفي الزحام والحرم فإن مستثنى أن يمر المصلين. هذا الكلام إذا كان منفردا المصلي، أما إذا كان مأموما وسوف يأتي معنا في الحديث إن شاء الله، المأموم لا، المأموم سترته سترة إمامه. فلو أنك في المسجد أو في الحرم وفي غيره مررت بين الصفوف والصلاة قائمة فلا لا لا هذا لا يدخله الوعيد، المر بين الصفوف وإن كان المصلون في الصلاة، إذا احتجت أنك تمر لا معنى، لكن لا تتعمد على كل حال، لكن لو أنه فعلا احتجت تمر ولا إشكال، وليس للمأموم أن يمنعك، المأموم ليس له أن يمنعك، أولا لأن صلاته كاملة، لأن سترة إمامه تكفيه، والأمر الثاني أن غالبا محتاج أمر هو لو تعطل الناس. المقصود أن المأموم سترته إمامه، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في الأحاديث القادمة. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يصره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا تعلق السترة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، هذه اللفظة لاحظوا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، قال العلماء هذا يدل على أن السترة مستحبة وليست واجبة، أنها لأن الصيغة ليس فيها إلزام، إذا صلى كأنها فيها نوع من الاختيار، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، معنى أنه ما دام أنك وضعت سترة كما قلت قبل قليل إذا أنت حددت مسافتك وصار هذا الحق لك في هذه المسافة التي وضعت السترة فيها، فكان ما بين موقفك وسترتك هذا لك وليس لأحد أن يمر بينك وبين سترتك. ولهذا أيضا قال العلماء أنه إذا وضع سترة ينبغي أن يدنو منها لأمرين، أولا حتى لا ينشغل، والأمر الثاني حتى أيضا لا يأخذ مساحات على الناس، الناس حقهم المرور، فأنت اجعل مسافة السترة قريبة، لا 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 شيء بعيد تضيق على الناس. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بيديه فليدفعه. طبعا هنا التعبير فليدفعه، وفي رواية أخرى سيأتي فليقاتله. فإن معه شيطان أو فإنه شيطان أو فإن معه قرين. الحديث يدل
على أنه إذا أراد أحد أن يمر بينك وبين صدرك أن تدفعه. قال العلماء يدفعه بالأسهل فالأسهل، يعني إما يضع يده ويقول سبحان الله أو نحو ذلك لعله يندفع، وإلا فليدفعه يتدرج بالدفع. وقال العلماء أيضا أنه يدفعه من غير حاجة أن يمشي أو يتقدم، لا ادفعه وأنت في مكانك وتمنعه. لو أنه اقتحم واجتاز هو مخطئ ومسيء ويتعرض للوعيد الذي في الحديث السابق، وأنت صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. لو مر بيديك سواء أنت أو فاجأك مر وأنت لم تتمكن من منعه فإن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن تدفعه إذا أمكن. ولهذا قال فليدفعه، والدفع فيه نوع من القوة وفيه نوع من الشدة، فليدفعه. فإن أبى فليقاتله، يعني يدل على التدريج، يدفع فليقاتله. طبعا المقاتلة ليس المراد بها القتال بالسلاح ولا المقاتلة بالله، إن المقصود يعني بمعنى أنه ينبغي أن يبذل ما يستطيع في منعه، يبذل بما لا أيضا يعني، وهو يعلم أنه في مقام عبادة وأنه في مقام صلاة، لكن يدفعه. ومن الذي ذكره العلماء وهو لطيف، أنك لو دفعته وقد يخد أعطاك الله قوة مثلا وانتبهت له وهو فدفعته سقط مثلا، تأثر أو انكسر أو أصابه فعلا نوع من الضرر، أنت لست مسؤول، ولا حتى لو انكسر، بل حتى لو مات أنت لست مسؤولا. وللعلماء في هذا قاعدة، من دفع ما أذن له فيه فما ترتب عليه على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون، لأنه أنت مأذون لك في أن تدافع، فبالفعل أن دفعته فتأثر، انكسرت يده أو انكسرت رجله أو تعرض أصابه يعني نوع من العطب أو الخلل، أنت لست مسؤول، لأنه هو الصائل وهو الذي أقدم على ما لا يجوز له الإقدام عليه. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هنا هو شيطان، في بعضها معه قرين، في بعضها فإن معه شيطان. بعضهم حاول يتأول فإنما هو شيطان بما أن عمله عمل شيطان، لا الذي يبدو أنه شيطان بالفعل. بما أن شيطان من الطريف سواء في السنة أو في القرآن أو في أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ذكر أن 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 في كل جنس شيطان. الله عز وجل يقول فشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، فالإنس هم شياطين والجن هم شياطين. وأيضا ذكر في كما قال الله الكلب الأسود أنه شيطان، وذكر في الإبل أنها شياطين، بمعنى أنه الشيطان بمعنى المتمرد. فليس الشيطان خاصا بالجن أو خاصا بالشيطان الرجيم إبليس مثلا، هو شيطان لا شك هو كبير الشياطين، لكن في كل جنس شيطان، بمعنى المتمرد
ومن أي جسم أو شيطان حتى في بين آدم. فإذا فعله هذا ومحاولته اقتحام المرور بعد المصلي هذا حركة شيطانية وهو إنسي كشيطان. وهذا أيضا يفيد كثيرا حينما فعلا أن ندرك أن من كل جنس شيطان كله سواء في الحشرات في حتى في الثعابين في الحيوانات في الإنس في الجن سواء السباع كل ما كان منها فيه مزيد أذى ومزيد فهو شيطان وبعضها هادئ وسكينة. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان كما قلنا. والمصلي يدفع من يريد أن يمر بين يديه كما قلنا لا يمشي وهو في مكانه المشي هذا أمر زائد أمر زائد. ولهذا حتى قال القاضي عياض الاتفاق على المنع من المشي والمصلي لا يمشي من أجل أن يمنع من يريد أن يمر إنما يضع يده ويدفعه. أيضا من فوائد الحديث جواز العمل لمصلحة مما هو من مصلحة الصلاة وإن كان خارج عنها. إذا احتجت مثلا في الصلاة تفتح الباب مثلا أو تدفع هذا المار أو طفل عندك تأخذه تحمله معك تنزله أو حتى مر مؤذي قد يكون عقرب أو قتلته وده في الصلاة هذه كلها أعمال لا تؤثر على الصلاة. فما كان من عمل هو لمصلحة الصلاة أو يدافع المصلي عن نفسه فإن هذا كله لا شيء فيه ولا يؤثر على صحة الصلاة. والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.